بنات كيدايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بصحه جيده مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي اليوم الفيديو البنات غيكون شويه جديد صراحه محدنا باقين يلا درنا الفيديو ديال الخطوبه طاحت عليا واحد الفكره وقلت علاش لا ما نديرش لكم بصح لكم الهدايا اللي جاوني في الخطوبه ديالي المهم بعض الهدايا حيت صراحه البنات كنت ديجا فتحت بزاف ديال الهدايا كانوا جاوني وحيت ما كنتش الباصه فين نحطهم وخليتهم شي وحدين باقيين في الكرتونات مخبيين وقلت علاش لا اليوم ما نشاركش المتتبعات ديالي الزوينين بهذا الشيء. اول حاجه البنات بغيت نشكر المتتبعات ديالي من كل بلايص حتى من المغرب وحتى الناس اللي كاينين خارج المغرب كنوجد لهم واحد التحيه كبيره وحتى المتتبعات ديالي في الجزائر حتى هما كنقول لكم ما نسيتكمش حتى انا عارفه راسي بلي طلعت عندكم في التوندونس ولكن نسيت ما ذكرتكمش في الفيديو اللي قبل ولكن دابا كنوجد لكم واحد الشكر كبير وكنحماق عليكم بزاف وان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات في المستوى وعلاش لا نقدروا نمشيو الجزائر ونصوروا دي فلوغ واعرين عندنا وغير نفكركم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي غايبان لكم هنايا وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع ما واجد في القناه وتخليوا لي اللي جاب بزاف هاد الفيديو فاش حتى هو يطلع الطوندون ان شاء الله علاش لا المهم خليكم معايا في هاد الفيديو اجي معايا البنات اجيو معايا دابا غادي نبداو الفيديو ديالنا المهم البنات هادشي هو اللي جاني في لي كادو ديال الدراري الصداق والخطوبه كما قلت لكم برا راه ماشي هذا هو كلشي كاين شي حوايج اللي ديجا صيفطتهم عندي في الدار وشي حوايج اللي مازال المهم انا غنوريكم الحوايج اللي مازال ياك ماما احنا معاك باش نبداو عرفتي شنو نبداو بالحاجه اللي كتعجب البنات هادشي المهم البنات هذه واحد السيله ديال جوهره جبتها لي خالتي انا الصراحه ما عقلتش شكون اللي جاب لي خالتك سعديه خالتي السعديه جابتها لي المهم مثلا عندي تقريبا وحده بحال راه كنتو شفتوني في واحد الفيديو كنت درتها بدلي شي بحال بحال شي لا مي هي فيها هكا دوغي ياك شوف هذيك اخرى وهذا البنات واحد الساري بمناسبة الساري البنات زي واحد الفيديو خطير ديال البنات ما غاديش نقول لكم شنو يكون في الفيديو خليه مفاجأة شوفوا البنات كي داير غزال نحلو لكم هما داكشي ديال الهنود نيت شوفوا كي داير ديرو فوقي قولوا لي واش معايا لورانج عرفتي البنات هاد التواب اللي كنت مسافره في ماليزيا عرفتي هما اللي كاينين كتلقاو
اصفار كتلقاو ديك الخضيدر بارد وما عزيز عليهم بحال لي كولا كيجيو مزونين مع سمرين كيجيو واعرين كولا شي البنات كتير شو لي ديتاي فيه من التحت وكاين البنات هذا اش كيقولوا ليه ماما هذا بروك بروكار بروكار ممكن ما متعرف تصوب هذا البنات هو بلون كاسي انت كبابا دو كتوقف جدارين تبينت هذا وهادي شكون اللي جابها ما عرف نسيتي فيتي حياة هادي حياة جابتها ليا البنت اللي معنا في الصالون نسيت كثروا عليا شوفوا البنات كي داير هذا بحال واحد الغوز كلاير جابت هادي وجابت ان بوكيت فلاغ كبير كان جابتو ديك الساعة هاي زوين زوين كدا شتا هاد الرشيمات زوين انتم البنات السلام عليكم درت رشيمه هكا شو البنات كيفاش كيجي في واحد الصومو باب انا كنحمق على لي كولا غير كيكونوا خفيفين زعما صراحه كيعجبوني لي كولا فرونسي ومشاشعين ولكن انا لا فضلت كيعجبوني هادو كيجوني احسن كيجيو مع كلشي ودابا المهم هادو هما التويبات البنات اللي كانت باقا ما خيبتش زعما جاوني في لي كادو باقا ما خيبتش ودابا غندوزو للمويعد لي كادو ديال المويعدات هنا نشوفو شنو عندنا هذا البنات واحد البراد انا الصراحه نخلي الواحد غادي يكون شوفو البنات كيفاش داير شتو اش كيقولوا لهم هادو ثلاثة ولكن النوع ديال النحاس هذا فضة فضة كاين هذا كيجي معاه حتى هو بالشكل ديالو بشكل اخر شتو انا ما تشربي اتاي كيجي زوين مع السنية ديالو هادو لا فامي ديال هذا انتما السنية ديالو هادي من خالاتك شو البنات قداش كبيرة وهنا كاين شوف شنو كاين هنا باقي مكتوبة فيها مسمية عائشة هذا ديال خالتي عمتي ديال خالتي هذه ديال عمتك عائشة ماشي عائشة ولا ماما إلياس لا ليليشا زويدة عمتك بنت السيدة اللي كتصور معانا اللي شعرها بيض خد ماما عائشة كيجيو بحال هكا كيفاش كتحطي لي هذا حلينا حلينا كملوا نوريهم الديكور هذا زوين زوين نقدروا نديرو مسطره اه صافي حطيه فوق هذا داك الحويه داك ما كيجيوش في البيوت Merci beaucoup, Aïcha. Mmh.
اكبر كبير ومتوسط ثلاثة كيجي هادو غنساعدو ديكور ولا تيطي تما كاتما لي فيهم حلوة ديجا تا هاد البنات هانتا واش كبير كيفاش داير بعدا فهاد المناسبات لا فامي كيبرعو كما وهادي دباقه مراكش كتجي هكذا كتجي وحده فوق وحده هذه تكون تحت هذه تكون فوق ولا تحت هذه يكون عندها شي فيس حلوه مبقاش عارفه هادي مزيان خاصها صافي البنات كيفاش كيفاش كتجي البنات معايا كتذوقوها بلي كاطو ولا اي حاجه ياك كاطو لي كاطو كيديرو فيهم غير لي كاطو هادو مي ما بغيتش في الشكل كيفاش زعما تقدر تخليها ديكور بحال هكا زوين تا كاجي زعما تحط ديكور شطاله بحال عزيز المهم البنات هادي رجعها ليا خالي عزيز كنقول لي شكرا خالتي السعديه شوفوا البنات ديال العصير دايرين بحال هكا مع الكويسات ديالهم ديال كريستال شوفوا البنات كيفاش دايرين شكون جابو امين برقية ولد عمتك ولد عمت ماما شي قلنا ما نقولوش سميات شو البنات كيفاش دايرين فيهم كيسان ديالهم زوينين هادا اصحاب الشاي هذا البنات ديال القهوة ديال اتاي هذا النعناع وقهوة واتاي وسكر العمارة ديال الصينية شوفوا البنات كيفاش دايرين بحق قبلنا كنفتقدوا هاد الحوايج ولكن بداو يرجعوا لهم دابا كانوا بحال هكا شحال هادي كانوا في شكل اخر ديال الفضه دابا داروا لهم شي زجاج الجاج زوين شو البنات شكي ديالهم كيجي بلدي بلدي ام مطاس راك ايه مودرن وصلنا البنات النهاية ديال الفيديو كنتمنى يكون ما طولش عليكم بزاف ويكون عجبكم الفيديو ديال اليوم كما شفتوا البنات شاركت معكم الهدايا اللي جاوني في الخطبه ديالي وترفسا كنتمنى يكون عجبكم وشاركت معكم هكا تاخذوا دي زيدي على الهدايا مثلا الا كنتم معروضين تبغوا مثلا تجيبوا شي كادو لشي واحد وبالنسبه حتى للبنات اللي مقبلين على الزواج حتى هما عطيتهم واحد الافكار اللي المهم بحال افكار قليله هكا كيفاش يفرشوا الدار ديالهم ومهم المهم انا البنات كيعجبني داكشي تراديسيونيل وداكشي المهم مودرن او ميم طون كيكون عصري مودرن او ميم طون كيكون تقليدي
وبغيت نقول بالنسبه للبنات اللي مقبلات على الزواج الله يسهل عليكم والله يكمل عليكم بالخير، وبالنسبه للبنات اللي باقيين ما مزوجين حتى هما الله يكمل عليكم بالخير. واهم حاجه البنات هي التفاهم، وكنتمنى للجميع حياه سعيده وان شاء الله مازال الفيديوهات اللي غادي يكونوا زوينين. ومهم الا كان عندكم شي فكره البنات للفيديوهات الجايه بغيتوني نديروها ما تنساوش تخليهم ليا في الكومونتير لتحت هكا باش نعرف شنو هما الحوايج اللي كيعجبوكم والحوايج اللي ما كيعجبوكمش. كنشكر الناس اللي كانوا عجبهم الفيديو اللي قبل اراما مع المقلب اللي كدرت فيها، وان شاء الله باقيين جايين بزاف ديال المقالب، غير تسناو وبقاو معايا هكا باش تشوفوا المقالب اللي غادي ندير. غير ما بغيتش يكون الفيديو الجاي يكون مقلب، قلت مره بقى نعوى عليكم، مره تكون شي هوا ومره يكون مثلا شي حاجه في الحياه وشويه شي حاجه تكون في الصالون، ومره يكونوا دي فلوغ خارج الزنقه. وخليكم معايا ان شاء الله في فيديوهات جايه، وكنتمنى لكم وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.